انا اتكلم معك بادب ولا طلعت بكلمات وانا اتكلم معك بادب بعد ايوه ناجي كبسري ما ادري وش هو غلطان حقك خربت ام الجلسه دقيقه اذا الدعوه دقيقه والله تبي المجلس لك انت ولا تبيني اسبحك بالشاهد وجهك ولا اشتري عدو انا عقبه خسي انا عقبه خسي هذا كان مغلف شو اسمه اخونا وليد الفيح واخونا وليد الفيح كان شارب سوبيا وتعبان شوي ما قام ولا في اي رده فعل يا انك خايف اديك يا انك خايف الاول انا متاكد مو بخوف لكن الثاني انك متعود ظاهر كل يوم عندكم هواش لا بعلمك انا ابوي يقول لا تقوم يا ابوك لان خطب الرجل على خشمك صادق نعم عشان ما انا فاضي والله انا عندي محكمه بكره عند ابو قاب يقول الخوه ابو قاب يقول الخوه ما تلزم رد يا رجال الخوه لا مني لقيت الرجال فارسي لك يطقوا لك ابشر بسعدك لكن ما حدنا هنا يا ابو قاب ابو قاب مو باص ولد ابو قاب مو باص ودكاك معاور لا تطق الرجال ما معاور صلى على النبي صلى على النبي اسعدهم فرصه انت شرفت والله